هناك من يشبهها بصورة فوتوغرافية تم التقاطها ببراعة في لحظة تجتمع فيها كل انفعالات الشخصية. سينما كلش ممكن، كاين كثير من الممثلين محترفين يعملوا مع افلام قصيرة بطل. سيتي فريمون ان تشالنج ديفيسيل، والحمد لله يا ربي نجحنا به. الحمد لله الفيلم خلى صدى كثير وخلى كسب اعجاب الكثير من الجمهور. المتفرج باش يقدر يدخل في الحكاية وتستاليه في الحكايه ويتبع البيرسوناج اللي بيرسوناج تاعك، صعيبه بزاف باش يتمتع بالفيلم، وباش حنا ثاني نبارطاجو مع الناس الافكار نتاعنا والاساليب نتاعنا. انا نحاول ديما نقنع زملائي المخرجين انه الفيلم قصير ماهوش عيب، يعني ماهوش اقل قيمه من الفيلم الطويل، هو صناعه مستقله خلونا بوزيتيف. سهره 3 9:15 العشيه على شروق تيفي.